السلام عليكم. كيحتفل المغرب كسائر بلدان العالم في 5 من يونيو باليوم العالمي للبيئة، وهذه مناسبة باش نسلطوا الضوء على التحديات اللي هي مستعجلة اللي كتواجه الأرض، وباش نتأكدوا على مسؤولية كل واحد منا لحماية البيئة في المغرب وخارج المغرب. بالنسبة لهذه السنة اللي كتخلد ذكرى 50 لهذا اليوم العالمي، تم الاختيار ديال واحد الموضوع اللي هو جد مهم، اللي هو التلوث البلاستيكي. وهذه مناسبة باش نعبروا على ضرورة تسريع التعبئة ديال جميع الأطراف المعنية، سواء على المستوى الدولي أو المستوى الوطني أو الإقليمي، باش نواجهوا هذه الإشكالية اللي أصبحت كتشكل واحد الخطر كبير على الكوكب ديالنا وعلى الصحة ديالنا. بالفعل التلوث البلاستيكي كيأثر بزاف على البيئة، وكيتنجم عليه تكاليف اقتصادية واجتماعية ضخمة. إلا شفنا برنامج الأمم المتحدة للبيئة كيعطينا بعض المعطيات، كيقولنا أنه تم إنتاج أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك في العام في جميع أنحاء العالم. 50% منها تقريبا كيتم استعمالها مرة واحدة فقط، وكيصبح عبارة عن نفايات بعد أقل من سنة، وكيحتاج لمئات السنين باش ينحلل كاملا، ويترمى حوالي 11 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويا في البحر. وهذا العدد يمكن يتضاعف 3 مرات من دابا لعام 2040. وهذا البلاستيك، هذه النفايات البلاستيكية تستعبها كبشر في الماكلة ديالنا. فأمام الخطورة ديال التلوث البلاستيكي على المستوى العالمي والتأثيرات السلبية ديالو على المستوى البيئي، المستوى الاجتماعي، المستوى الاقتصادي والمستوى الصحي، وبدأ المجتمع الدولي في إعداد في أفق 2024 مشروع اتفاقية دولية ملزمة قانونيا لإنهاء التلوث البلاستيكي، طبقا لتوصية جمعية الأمم المتحدة للبيئة اللي كترأسها حاليا المملكة المغربية. وبلادنا عطات مبكرا عناية كبيرة لهذه الإشكالية، حيث أن بلادنا انضمت لمختلف الاتفاقيات المتعددة الأطراف والإقليمية اللي عندها علاقة بالموضوع، واتخذت مجموعة من الإجراءات القانونية على الصعيد الوطني، وتطلقت عدة برامج لعملية التقليص والوقاية من النفايات البلاستيكية بمساهمة ديال جميع الأطراف المعنية. وهنا غنذكر بأهمية القانون 77/15 القاضي بمنع صنع الأكياس ديال البلاستيك والاستيراد والتصدير والتسويق والاستعمال ديالها. وعندكم أيضا القانون رقم 28/00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، باش يحدد أنواع الأكياس البلاستيكية والاستعمال ديالها، بما في ذلك الموجهة حصريا لاحتواء ونقل النفايات المنزلية. كما أن المملكة المغربية ملتزمة بتقارير مجموعة الخبراء الدوليين في مجال المناخ اللي كيتركز بالإلحاح للتسريع ديال أخذ القرارات وتنزيل البرامج والالتزامات الدول فيما يخص الحد من آثار التغير المناخي من أجل إنقاذ المنظومات الإيكولوجية وفي مقدمتها الواحات والجزر. وباش نرفعوا التحدي ديال تدبير النفايات البلاستيكية، خصنا نراجعوا كل مراحل منظومة البلاستيك من خلال اعتماد منهجية الاقتصاد الدائري، انطلاقا من تصميم المنتجات البلاستيكية إلى إعادة تدويرها. وهذا التحول يمكن أن يؤدي إلى تقليل حجم المواد البلاستيكية اللي كتسرب للمحيطات بأكثر من 80% بحلول 2040، وتقليل إنتاج المواد البلاستيكية بنسبة 55%، وانطلاقا من مبدأ الالتزام الفعال والدائم لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ووفاء للجهود النبيلة لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وأمام الخطورة ديال هذا التلوث على المستوى العالمي والتداعيات السلبية ديالو على البيئة، خاص نقوموا بتعزيز التعبئة بشكل عاجل لكل الأطراف، ونوضعوا المقاربات التنسيقية الضرورية باش تكون الحلول مستدامة في إطار منهجية مندمجة تدويرية
كتراعي الأبعاد البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية ديال البلاستيك. وختاما بغيت ننوه بالجهود اللي دارتها كفاءات الوزارة ديال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ومختلف الشركاء ديال الوزارة من السلطات التي ساهمت في إنجاح المشاورات الوطنية والمناظرات الجهوية الخاصة بورش تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة اللي احنا عازمين وملتزمين وملزمين بإنجاح التنزيل ديال هذه الاستراتيجية على المستوى الترابي باش نضمنوا الامتلاك ديالها من لدن جميع الشركاء والسلطات الترابية. والشكر موصول أيضا إلى كل فاعلين وكل مواطنات والمواطنين اللي حضروا واللي عبروا على الرأي ديالهم في المغرب ومن خارج المغرب بالعربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية من خلال منصة نساهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.